مقاومة أظهرت جاهزية قتالية فاجأت جيش الاحتلال. ما هي الأسلحة الأكثر فتكاً التي استخدمتها المقاومة لتكبد جيش الاحتلال هذا القدر من الخسائر رغم مرور أكثر من أو مرور 83 يوماً؟ طبعا المقاومة الفلسطينية فاجأت العالم كله حقيقي. لم يكن أحد يتوقع مثل هذا العمل البطولي من المقاومة الفلسطينية. واللي ساعد المقاومة الفلسطينية كذا عامل. واحد، الروح القومية اللي عندهم. دول ناس كانوا بيتنقلوا من مكان لمكان، من نقول مترو، من النفق لنفق، من بيت لبيت، وهم عارفين انهم هيتعرضوا للضرب في اي لحظة. فالروح المعنوية العالية في وجهة نظري انا كانت اقوى سلاح لهم. الحاجة الثانية انهم تدربوا كويس جدا الفترة اللي فاتت على اعمال حرب العصابات. وانا كنت بقول دايما في كل لقاءاتي ان حرب المدن هي اسوأ انواع الحروب لاي جيش نظامي. لكن المرات المقاومة عملت حرب المدن ثم حرب الانفاق، والانفاق دي كانت حاجة كبيرة جدا للجيش الاسرائيلي ولم تتعود على قتاله من قبل. ولذلك دخل الجيش الاسرائيلي بشكل تقليدي مع دفاع غير تقليدي، فبالتالي حصل هذه الخسائر. اما الاسلحة المقاومة كانت اسلحة بسيطة جدا، يعني الار بي جي اللي طوروه الى كذا، الكورنيت اللي هو الصاروخ الروسي المضاد للدبابات، ما كانش عندهم حاجة كبيرة. ولكن الحاجات الجديدة اللي طلعوها المرة دي وهي الطائرات الشرعية، وهي طائرات بتشتغل في السياحة اللي هو بيصير فيها واحد او اثنين في الجو، ودي تخطوا بيها الحاجز او السور الاسمنتي اللي كانت. نعم دكتور، بالاضافه الى هذه الطائرات التي ذكرتها، لاول مره منذ بدء هذا العدوان المقاومه ادخلت سلاحين نوعيين، سام 18 وصاروخ برو اي او قاذف اللهب الذي يعرف بسلاح الشيطان. ما دلالات ذلك وما ميزات هذه الاسلحه دكتور؟ من ايه فندم؟ نتحدث عن سام 18 الذي دخل في الساعات الأخيرة استخدمته يعني المقاومة. يعني كل الأسلحة دي برضو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. تفضل. ما هو الإسرائيليين عندهم أسلحة قدي دي 10 مرات. نعم. إنما أنا بتكلم الذي كان جديدا هو أسلوب قتال رجال المقاومة في الحرب. نمرة 2، الروح المعنوية العالية الرائعة التي كانت. التدريب اللي كان وصلوا له في الفتره اللي فاتت، وعشان كده احنا بنلوم الموساد والشباك انهم ما قدروش يعرفوا التدريب اللي تم خلال الفتره اللي فاتت دي وكانوا بيتدربوا ازاي، ثم اداروا بحرفيه نقول معركه حرب العصابات داخل المدينه وداخل المدن اللي كانت مهدمه. كل ده انا بعتبره احد عناصر الرئيسيه للقتال. انما لو انا جبت اي اسلحه اخرى جديده، ما هو العدو الاسرائيلي عنده اسلحه متفوقه 20 مره. نعم. انما لا كان عنده روح معنويه ولا عنده اسلوب قتال جديد يقاتل به القوات الاسرائيليه. فعشان كده انا بعتبر السلاح الرئيسي هي الروح المعنويه، القدره على القتال في مثل هذا النوع من الانواع القتال في الحرب المدن، ثم الاسلوب المفاجئ التي فاجات به القوات نقول الفلسطينية. السيد اللواء، لو ذكرت لنا أو لو فسرت لنا إدارة الحرب الإعلامية أيضا من خلال نشر فيديوهات يومية تقريبا لاستهداف جنود وآلية الاحتلال، ما هو أثرها في مسار هذه الحرب؟ تعرف أن أنا كنت ماسك في مصر الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، فأنا ملم تماما بهذا الموضوع. هم طبعا أيضا فاجئونا وعملوا فيديوهات رائعة، وكان في ناس بتخطط، يعني بيصور الدبابة الإسرائيلية قبل ما تتضرب ثم في المونتاج يعلم عليها باللون الأحمر أو الأخضر ثم تنطلق الطلقة عشان تصيبها. أكثر من رائع. وهذا الكلام عايز أقول لك إن رفع الروح المعنوية لأفراد القوات الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والشعب العربي. احنا عندنا في مصر لا تتخيل بيشوفوا الكلام ده وقد ايه سعداء ان عناصر المقاومه البسيطه، فرد او اثنين بسلاح ار بي جي يخش على الدبابه ويدمرها، المركزات اللي هي بتقول
أكثر دبابة في العالم. وأعتقد التصوير والشغل المعنوي اللي عملوه كان أكثر من رائع، مش للعناصر المقاومة ولكن للشعب الفلسطيني والشعب العربي كله.